فرح جماهير الكرة هنا في محافظة الصعيد بهدف التعادل لمنتخب مصر. فرحة كبيرة للتعادل فرحة جنونية طبعا لجماهير الكرة في محافظة بورسعيد بالهدف الأول للمنتخب الوطني في شباك الرأس الأخضر. يعني المئات يهتفون باسم مصر في شوارع محافظة بورسعيد بعد الهدف الأول، هدف التعادل، وبإذن الله الجميع يتمنى الفوز، وبإذن الله ربنا يكتب الفوز للمنتخب الوطني في هذه المباراة الهامة.